السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. السلام عليكم. تفضل استريح. تفضل. نلتقي اليوم من فخامة الرئيس لنجني أحد ثمار خطة التنمية الاقتصادية للجمهورية الجديدة. مدينة حيوية بالأنشطة، الناس تقدر تمارس فيها كثير من الأنشطة في المناطق الخارجية والمفتوحة. اللي ممكن يتفرج علينا يا دكتور عاصم دلوقتي يتصور هي مدينة شكلها حلو، وده مش غلط بالمناسبة، لكن أنا عايز أفهم الناس اللي بيسمعونا إن إحنا عملنا موضوعات على بعضها، الموضوعات دي تحقق كتير من المطالب اللي الدولة بتحتاجها، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ. البلاد اللي زي حالتنا دي عايزة ثلاث حاجات، واحدة من ثلاث حاجات، يا إما صبر وعمل، صبر وعمل يعني صبر وشغل بس، وده مسار نشوف نتائجه بعد سنين طويلة، مش احنا ولا يا دكتور مصطفى، مش احنا، مش انا عشان سن يعني، لكن الشباب الصغير والممكن اسمعوا كلامي، بس اسمعوا كلامي. المنصورة الجديدة معمولة بحلاوة وذوق زمان بس بالألوان. مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان، مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتا، دي مدينة متكاملة هيعيشوا فيها طول السنة، وكل حاجة محتاجينها هيلاقوها. مشروعات سكنية كتيرة ومتنوعة زي مشروع جنة مصر، مشروع سكن مصر، سكن كل المصريين، شقق متميزة وفيلات بتطل على البحر، ووحدات إسكان اجتماعي كاملة التشطيب، ومساحات خضراء وخدمات ترفيهية في كل مناطقها. منور يا رئيس المنصورة الجديدة. طبعا كلكم عرفتوا ان انا ابن من ابناء المنصورة، فانا بقول لكم يعني انا متشرف بوجودكم، واهلا وسهلا بيكم في المنصورة الجديدة. المنصورة خرج منها ناس عمالقة، سيدة فاتن حمامة، استاذ رشدي أباظة، الكاتب الكبير أنيس منصور، الفنان العظيم شريف منير، يعني بص مش قادر اقول لكم حاجه عظيمه 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 والله. كل ده حصل بالاراده المصريه، الاراده المصريه بجد، وسياده الرئيس قالها وانا ما بنساش كلمه قالها لاني متابع طول الوقت، قال عايزكم تبقوا كده. احنا لو بقينا كده وبنشتغل وعندنا ضمير صاحي كله هيمشي، اللي عاجبه عاجبه، اللي مش عاجبه القطر ماشي، احنا مش هنقف، الدنيا ماشيه. استاذ شريف انت من المنصوره مش كده؟ انا من المنصوره اهو. حاجه عظيمه جدا. احنا اللي سعداء بيك. شكرا. ربنا يخلي سيادتك يا فندم. شكرا. وبشكركم واهلا بيكم في بلدكم المنصوره الجديده، وتحيا مصر. يا بلادي يا أحلى البلاد يا بلادي.
مع حضرتك مهندس عمرو حامد مدير مصنع جراند تصنيع اعلاف الاسماك، الشركه اللي صنعت كل اعلاف الاسماك، الميه العذبه والميه المالحه واعلاف الزريعه واعلاف الجمبري. فكرتنا كان من كلمه حضرتك في الامم المتحده في 2014، جماعه الطيور المهاجره، المستثمرين المصريين اللي عايشين في امريكا، احنا من كنا من ضمنهم اللي جينا مصر، ضخينا استثمارات، حطينا بذرتنا، اول مصنع شغلناه في 2018 وصل حجم انتاجنا النهارده ل 60,000 طن، بنصدر منه 20,000 طن. وصلنا يا ريس للحلم اللي احنا كنا بنحلم بيه، شكرا يا ريس، احنا بنخطط مستقبلنا ومستقبل ولادنا، شاكرين يا ريس. صدقوا بالله. انا بتكلم من قلبي وربنا اللي يعلم والله. يلا 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 غيروا البلد دي كلكم. الحمد لله النهارده احنا يعني بنشرف ان احنا النهارده نقول ان اي سي سي النهارده الحمد لله يعني احنا بنصنع لكبرى الشركات العالميه الحمد لله في مصر وبنصدر انتاجنا كمان للخارج الحمد لله. انا كمان عايز اشكر مبادره ابدا حقيقه بجد، هم كان ليهم دور فعال على الارض حقيقه ومؤثر جدا، وهم قدروا يعني يبقوا زي شورت كات كده ما بيننا وما بين المسؤولين او الادارات حقيقه، هم سهلوا لنا حاجات كتير ووجودهم حقيقه بجد فارق جدا على الارض. واحنا بنقول لهم النهارده زي ما انتم حمستونا وشجعتونا وقلتوا لنا ابدا، احنا بقى من هنا بنقول لكم كملوا كملوا بنفس الحماس والقوه، لان وجودهم واستمرارهم هو مهم جدا جدا. لا يا دكتور محمد مش هسيبك. طب ربنا هو احنا يعني بنستورد منتجات نجمعها ولا بننتج المنتجات دي كلها عندنا؟ لا احنا بننتجها كلها طبعا، بننتجها كلها. طب هو السوق المصري عايز قد ايه؟ السوق المصري يحتاج قد ايه؟ انا فندم شايف يعني في رايي ان احنا عندنا فرصه حلوه جدا جدا ان احنا نصدر، يعني مصر احنا في قطاع التجميل ده احنا عندنا فرصه ذهبيه دلوقتي ان احنا نصدر فعلا. عند حضرتك يعني ناس في مصر ان شاء الله هتشتغل وهتشتغل بهمه وقوه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا فندم. والآن نتشرف بدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتسليم عقود وحدات إسكان اجتماعي بمحافظة الدقهلية لعدد من المواطنين. دكتورة رنا حامد عبد الواحد أول باحثة من ذوي البصيرة تحصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة عام 2022 وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين لعام 2003 وتعمل حالياً معلم لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين بالمنصورة. والآن فليتفضل السيد رئيس الجمهورية لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أهلنا الكرام من محافظة الدقهلية، أستهل حديثي إليكم اليوم بتوجيه التحية والتقدير إلى جموع الشعب المصري العظيم الذي يثبت كل يوم عبقريته الوطنية ويؤكد على قدراته الجبارة ويفرض إرادته في الحفاظ على وطنه ومقدراته ويسعى دوماً للبناء وتحقيق السلام والتنمية، وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء. واليوم نشهد معاً مشهداً جديداً من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين وبجهودهم الحثيثة المخلصة والتي تعيد رسم خارطة مصر كي تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها. إن مصر الوطن الكبير الضارب في جذور التاريخ والبادئ للحضارة هو الوطن الذي تعهدنا معاً على الحفاظ عليه بأرواحنا وبنائه بأيدينا لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل.
شكرا، ومعا نردد دائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا انت مش هتقف، انت هتخش كلكم مع بعض كده، يلا مع بعض. مش دي لا 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 والله اتفضل، واحنا سعداء. يلا مع بعض، يلا مع بعض، مع بعض كله، يلا يلا مع بعض. الف مبروك.
مسابقة بين المحافظات بكل أنشطة ولا المسابقة إيه؟ عشان ندي فرصة لنفسينا وليكم إن أنتم تطلعوا الحاجة الجميلة ديت الناس تشوفها. إن شاء الله نعمل المسابقة ديت على مستوى المحافظات كلها من كده يعني إن شاء الله. حاجة جميلة حاجة جميلة. السلام عليكم. مجهود الموضوع ده وانا كنت قبل كده اتكلمت مع حضرتك في اللي كنت عايزه احضر الماجستير. انا حاليا خلصت الماجستير وحضر دكتوراه. ما شاء الله الف مبروك. الله يخليك يا رب. انا اتشرف والله. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. يعني انا بستنى اليوم ده يعني ربنا عالم عشان بيديني حياه وطاقه قد ايه. ربنا يديك الصحه. ودي حاجه بسيطه مني جدا. دي جميله جدا. دي من حجر الفيروز. ما شاء الله. الله يخليك يا رب. ربنا يكرمك. انا نفسي امنيه حياتي ان انا ادخل فرقه الموسيقى العربي. انا بعزف اورج كويس جدا والله. وعازف قدام حضرتك دلوقتي. انا في اي وقت. لا لو الاورج جاهز انا اسمعك دلوقتي. لكن ماشي. حاضر حاضر. الله يخليك يا رب. احنا ان شاء الله زي ما قلت لزميلاتك يعني واحنا جايين ان احنا هنعمل ان شاء الله على مستوى المحافظات مسابقه تاخد لها اسبوع تاخد لها 10 ايام كل الانشطه في الرسم وفي النحت وفي الموسيقى وفي التمثيل وحتى في المشروعات الاخرى اللي بتتعمل. هيبقى عندك فرصه. لكن احنا يعني حاضر الموضوع لازم نديها فرصه. حاضر. الله يخليك. انا جاهزه. انا بعزف بقالي 10 سنين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. فامنيه حياتي ان انا يعني فنانه عظيمه كمان. الله يخليك. انا حاولت ادخل كتير قبل كده ما عرفتش. ازاي يعملوا معاك كده؟ إيه لا اللي هو يعني هو يشترط في شروط معينه بس انا خدت الماجستير في مجال الدراما الموسيقيه. ايوه. ف يعني انا امنيه حياتي ان انا يبقى لي المجال ده. المجال موجود. الله يكرمك. احنا محتاجين. الله يخليك. مبسوطه ولا لا؟ طبعا. عايزين نعمل ايه بقى؟ نعمل يا خور. طبعا. انا بس ده كفايه ان انا قابلت حضرتك كده. ده ده اللي كفايه ان انا قابلت. ونفسي ابقى معاك على طول في اي حاجه. ابقى معاك على طول. انا يسعدني ويشرفني. ربنا يخليك. وحاجه جميله وبشكرك على الهديه الجميله دي. ده حاجه بسيطه. يا نهار ابيض. مين قال؟ ربنا يخليك. دي حاجه جميله جدا. كتر خير. الله يخليك يا رب. عايزه حاجه تاني؟ عايزه اقابلك تاني. حاضر. احنا ان شاء الله في الاحتفال بتاع الموسيقى ده بإذن الله. ان شاء الله في اول احتفال جاي. طب حضرتك عايز تسمع عشان اجهزه بقى من دلوقتي. الله. مش عايز مفاجآت يعني. انت تحبي تقولي ايه؟ انا اعرف ان حضرتك بتحب القلب يا عشان القلب. ايوه انا اعرف كده. خلاص اللي انت يعني يبقى يسير عليكي انا هسمعه. خلاص. هيسعدني والمصريين كلهم هيسعدوني. الله يكرمك يا رب. متشكر جدا. العفو. مش عايزه حاجه تاني؟ شرفتني. ربنا يخليك ويخليكي. ربنا يخليك لي يا رب. يحفظك. متشكر. العفو. السلام عليكم. الصحة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ده شغل بالابوكسي والخشب خشب ودي ايبوكسي. وبستخدم توليف الخامات وتدوير البيئه. يعني الخشب والورد المدفف والايبوكسي وبعض اعمله وصنعت منه صواني. يعني منتج مصري انتاجي يعني الحمد لله. يعني التعليم والسوق ماشي كويس الحمد لله. انا بسوق بتطلب مني منتجات وبدات دي عينات للترابيزات بقى الكبيره والديكورات الداخليه في الشقق. بتطلب مني حاجات من دي كويسه الحمد لله. يعني الامور ماشيه. الامور ماشيه الحمد لله. الحمد لله. نورتنا كتر خير. بجد الله شرفتنا. شرفت بيك والله. الله يخليك. شكرا. السلام عليكم يا ريس. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيكم؟ شكرا. ازي سيادتك؟ شرف ليك. ده شغلكم؟ شغل الرهيبات ودارك بسليمان. هنعمل مسابقه ولازم تخشوا فيها. صحيح. متشرف. هنعمل مسابقه على مستوى المحافظات وخشوا بالمنتجات الجميله دي. احنا عاملينها خدمات للكنايس يعني. ما اللي بتعمليه؟
دي حاجه جميله، الخدمه للناس حاجه حلوه، يا رب نعرف نخدم. دير القديسه دمياني يعتبر اول دير رهبنه في العالم، اول دير رهبنه في العالم. ايوه ايوه ست دمياني هي الاساس في الرهبنه. نعم. هي اللي بتنعم. احنا سعداء بيكم، ربنا يخليك، متشرفين، سعداء ان انتم تشاركوا في المعرض القادم ده بمنتجات طبعا زي ما انتم عايزين. ربنا يخليك، ده شغل الرهبنه الراهبات، تطري زياده ومكان وشغل الاساقفه والكهنه، حاجه جميل جدا جدا. ربنا يخليك، ده انا اللي بتشكر. احنا متشكرين جدا جدا، ربنا يوفقكم وحياتي لهم، كتر خير، متشكر، حياتي لهم. ربنا يخليك سياده الرئيس، شكرا. اهلا بيك، اهلا وسهلا، ده شغلكم ان شاء الله. والسوق ماشي كويس الحمد لله. لا صحيح. الحمد لله. والمعرض اللي عملنا في اياد مصر بدا يعني الشغل يظهر تاني. معاكي طبعا ناس بيشتغلوا جروب كبير، والمحاضره وحضرتك نفس الكلام مش كده؟ والسوق ماشي كويس الحمد لله. شوف انا هقول لك الفكره اللي احنا بنقول عليها ان احنا نعمل مسابقات والناس تشوف الحاجه ديت على مستوى مصر وحتى الناس اللي بره يشوفونا، هيبقى فرصه كويسه، هيبقى فرصه كبيره. ولو في اي حاجه ممكن نعملها احنا تحت امرك. الله يبارك. والله ما هي بدايه المعرض اللي هو اتعمل لنا عيد مصر بدا يظهر على الساحه وكده، ونكرر تاني وتاني ان شاء الله. مش عايزين حاجه، حضرتك الله يكرمك، كتر خير، مش عايزه حاجه، الله يبارك فيك. سلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد بلقائكم. احنا اسعد. خلي بالكم انا كنت لسه بقول يعني الحضور اللي موجود ان احنا هنعمل مسابقه في كل شيء بما فيها الموسيقى، فعندكم فرصه كويسه ان انتم بقى تجهزوا عشان انتم فريق مع بعضكم ان شاء الله كده، تجهزوا حاجه للكلام دوت يعني. ده انا اللي شرف عظيم ان انا اشوفكم. صباح الخير شباب، زي الفل يعني. ويحفظكم ربنا. متشكر. اهو الفرصه اهي، والامتحان اهو. تعالي اتفضل على مهلك. على مهلك خالص. تعرفي انا عازف حاله بسيطه الفنان عمر خيرت. طيب اتفضل. اهلا وسهلا. ده شغلك معاكي
بحب اعمل انفه على الجلد الات موسيقيه تحت كده عصر البارون على الكمان. برجع للقرون الزمان الوسطى والقرن التاسع عشر والثامن عشر على طريقه النحت على كمان الخشب بنحته على الجلد بقى الطبيعي. لا حاجه جميله جدا جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. خير. شكري. السلام عليكم. السلام عليكم. كتر خيرك متشكر. بحبك قوي قوي. كتر خيرك متشكر. شرفت ونورت الاهليه كلها. الاهليه من ورا واصحابها. ربنا يبارك في سيادتك يا رب. حاجه جميله جدا. لنا وخليك لمصر كلها. شكرا. كتر خيرك. ممكن اعرف تبردين دي ليا؟ يعني وانا باخد والله ايه؟ معلش. طيب حاضر. متشكر 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 جدا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. شغلك ما شاء الله. خشب ولا خشب طبيعي؟ كله خشب. كله خشب طبيعي هاند ميد. من ناحيه يدك ده انتاج مدينه الاساس. مدينه الاساس. مدينه الاساس. انا ورشتي مدينه الاساس. وده خشب طبيعي. كله خشب طبيعي وناحيه يدك. حاجة جميلة جدا. ده شرف ليا يا فندم. كتر خيرك. شرف ليا. لا والله حاجة جميلة. أنا عايز أقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب أول. وأنت طيب. الناس بعيد الله ده. إن شاء الله وأنت طيب. حضرتك عيد ميلادك 19 11 وأنا حظي حلو إن أنا نفس الكلام. الله يشكرك. حظي. الله يكرمك. ده اللي حظي. أنت نورتني والله. نورتني يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم. حاجة جميلة. المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة اللي هي بطول تقريبا 4 كيلو واثنين من عشر دي فيها يا فندم أربع جامعات. الجامعة اللي احنا فيها جامعة المنصورة الجديدة، جامعة الأهلية اللي هي على بعد 2 كيلو من هنا اللي هي إحدى الجامعات المنبثقة من جامعة المنصورة، عندنا جامعة الدلتا، وعندنا كمان جامعة المنصورة التكنولوجية. فالأربعة دول بيكونوا
مدينة نقدر نقول عليها علمية زيها زي اللي اتعمل في برج العرب على سبيل المثال، تنوع المؤسسات التعليمية في مكان واحد. الجامعة بتقع على مساحة 127 فدان، التكلفة التقديرية ليها 13.5 مليار، ده إجمالي المشروع كله. المرحلة الأولى اللي احنا بنفتتحها النهاردة 7 مباني 4.5 مليار جنيه. بدعو زميلي الدكتور معوض رئيس الجامعة يدينا نبزة على المشروع قبل التفقد معاه. مساء الفضل الرئيس. الحقيقة أنا بس اسمح لي في البداية أنقل تحيات طلبة جامعة المنصورة الجديدة ومنسوبها لحضرتك وجميع الحضور الكرام، ويسعدني أن أنا أقدم لحضرتك نبذة صغيرة عن جامعة المنصورة الجديدة، وهي حلم حضرتك حلمته ووعدت به الشباب في أحد مؤتمرات الشباب من 2018. صدر قرار جمهوري في 2020، بدينا العمل 2020 يوليو 2020، بعد عام واحد بالضبط بدأنا نستقبل طلاب في جامعة المنصورة الجديدة، وده بيدل على الإرادة. حضرتك اتكلمت النهاردة عن اللي ما يصحش من العشوائيات اللي كانت موجودة ونسيبها كده. جامعة المنصورة الجديدة داخل مدينة المنصورة الجديدة، المدينة الذكية، هو مثال لمجتمع المعرفة، إن أول حاجة بتتعمل في المدينة هو جامعة بتشتغل ومدارس فيها طلبة حاليا. حضرتك مشرفنا في معمل الكيمياء. معمل الكيمياء واحد من المعامل اللي بتقدم خدماتها لطلاب جامعة المنصورة الجديدة في مختلف القطاعات، الصيدلة، العلوم، الطب، طب الأسنان والهندسة كمان. المعمل مجهز بأحدث الأجهزة، ساعته في حدود 25 طالب، طلاب اللي واقفين قدام سيادتك طلاب كلية الصيدلة. البرنامج طبعا برنامج مختلف محطوط بمعايير قياسية عالمية، إن شاء الله يبقوا تنافسيين ويساهموا في تحقيق رؤية الدولة في مجال توطين الدواء وتقديم الرعاية الصحية للمرضى. ولادنا النهاردة بيعملوا تحليل للمواد الخام، المواد الفعالة سواء في صورتها الخام أو في المستحضرات الصيدلية. حاجة بعيد عن الشغل، بعيد عن الدراسة. أنا عايز أسمع منكم، صحيح بعيد عن الدراسة ده خلاص خلاص أنا هروح أروح 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 صحيح. أي رقم أي تعليم أنا عايز أسمع منكم، لو عايزين تبقى خلاص مش عايزين تبقى حاجة. حاجة تعرف أي حاجة عن أي حاجة؟ عايز أعرف أي حاجة في كل حاجة. هم طيب. هم قالوا اسبوع فرحانين قوي قوي فرحتوا دايما، ربنا يوفقكم شاكرين. اتفضل سلام. جامعة المنصورة الجديدة بترحب بفخامة الرئيس. ايه يا شباب انا رحت هناك هنا كده كده. نرحب بفخامة حضرتك. انا دكتورة ولاء حامد، مدرس هيستولوجي بكلية الطب، ومادتنا كهيستولوجي في جامعة المنصورة الجديدة هنا متاح ليها كل وسائل التكنولوجيا الحديثة والتقنية العالية، بداية من ان احنا بندرس الحاجات اكشوال، يعني دي عينة من جسم طبيعي، بناخد العينة دي وبنتفرج عليها على الديجيتال مايكروسكوب اللي موجود معنا هنا. ده الديجيتال مايكروسكوب بنشوفها، الطالب بيتابع معايا هنا على السمارت بورد، بيشوف معايا كل حاجة تحت المايكروسكوب. مش كده وبس، ده بيكون معاه السمارت فون بتاعه، نزل عليه ابليكيشن اسمه اللابوسكوب. ده ابليكيشن ممتاز جدا، بقدر انا اتواصل معاه عن طريق الايباد ده، اعلم على الحاجات المهمه اللي هو ممكن يستفيد منها، وبياخدها له سكرين شوت تبقى موجوده معاه. مش كده وبس، انا ممكن اسجل له فيديو، ياخد الفيديو ده معاه في البيت، يبقى ريفرنس يقدر يذاكر بيه كل حاجه. استاذن حضرتك، يعني مثلا احمد ممكن يورينا الاستراكشر اللي موجوده في الديرمز بتاع السكن. السلام عليكم. طالب احمد عادل ابراهيم من الفرقه الثانيه بكليه الطب. الفيرست ستراكشر بالنسبه لنا حاجه اسمها الهير فوليكل، وهي الهير فوليكل هي عباره عن بصيله الشعر بتكونتين حاجه اسمها ميلانين بيجمنت، هي صبغه الميلانين، وصبغه الميلانين ده ريسبونس فور الكوريليشن بتاع السكين وبتاع الهير، هي المسؤوله انها بتدي للشعر والجلد بتاعنا اللون الخاص بيها. سكند ستراكشر ان شاء الله باذن الله سهيله تقدمه. السلام عليكم. محرك سهيلة عبد الحميد عزت، طالبة الفرقة الثانية كلية الطب. عندي مثلا هنا دي حاجة اسمها سبيشيس جلاند. سبيشيس جلاند دي بتطلع حاجة اسمها سيبم. السيبم ده هو اللي بيدي المادة الدهنية اللي على الجلد، هو ده بينعم الجلد، كمان بيحافظ على الشعر. ده ممكن ستركتشر. كمان هنا ده عندنا ده الإبيثيليوم بتاعنا، ألا وهي الطبقة الخارجية بتاعة الجلد، لأن دي عينة متاخدة من هنا،
عادي جدا، فده تاني ستراكشر. وبنت طبعا جدا ويعني حقيقه من احسن الجامعات الموجوده، وهي فعلا جامعه من جيل الرابع، كل حاجه متوفره لنا، في مودلز، في حاجات احنا ما شفناهاش في اي حته تاني، وده كان احد اسباب ان انا اخترت الجامعه دي. والله التدريس بنستمتع بالتدريس ليهم لما كل الفاسيلتيز بتكون متاحه، ما بنحسش بصعوبه في توصيل المعلومه للطالب. زمان كنا بنشوف تحت المايكروسكوب هما مش بيبقوا شايفين حاجه، دلوقتي انا معاه لايف ستيل بسالت فيش وفيش كل حاجه هو شايفها انا بشاور عليها بيشوفها معاه. ف انا نفسي اتصور مع حضرتك بس نتصور كلنا مع بعض. معالي بنرحب بسيادتك في جامعة المنصورة الجديدة. أنا العلاني عميد كلية الصيدلة المسؤولة عن المعمل المركزي بجامعة المنصورة الجديدة. الحقيقة المعمل عندنا بيهدف لدعم الباحثين في مختلف مجالات العمل، سواء كان قضايا التدريس أو الهيئة المعاونة أو باحثين من داخل وخارج الجامعة لإجراء بحث علمي تطبيقي وربطه بالصناعة بما يحقق رؤية مصر 2030، وبنساهم في حل المشكلات اللي بتحيط المجتمع سواء كانت خاصة بالتصنيع الدوائي أو سواء كانت خاصة بعينات المياه وكيفية معالجتها. احنا نشرنا أكثر من 55 بحث في مجلات عالمية ذات معامل تأثير عالي، كان 50% منها بيهدف للصحة والعلوم الدوائية. احنا بنهدف لإنتاج دواء مصري محلي بأعلى كفاءة وأقل تكلفة، وشغالين في أكثر من محور. إحنا عملنا خطة بحثية بتتفق مع خطة البحثية لمصر 2030، كان من في فرق عمل بتشتغل في هذه المحاور، خاصة اشتغلنا على اكتشاف أدوية جديدة لعلاج بعض الأمراض الأكثر انتشارا زي أمراض السرطان ومعالجة الرئة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بحضرتك في جامعة المنصورة الجديدة كلية الطب. أنا دكتورة هلا المرسى طبعا عميد كلية الطب، دكتور إبراهيم عوض عميد كلية علوم هندسة الحاسب، دكتورة سوزي عويدة مدير البرنامج. حضرتك معمل المهارات ده من ضرورة التعليم الطبي حاليا، تغيرت مقتضيات التخرج من مجرد اكتساب المهارات إلى من مجرد اكتساب المعرفة لاكتساب المهارات. المعمل بيشمل مانيكانات بتستخدم الذكاء الاصطناعي، ترابيزة الأناتومياج ودي عبارة عن تابلت كبيرة أو هيوج، في نماذج صغيرة بتعلم المهارات زي مهارات الإنعاش الرئوي القلبي، التركيب الأنابيب الحنجرية، إسعافات المريض، ونماذج الثلاثية لتعليم التشريح. معانا حضرتك طلبة كلية الطب وطلبة كلية علوم هندسة الحاسب عشان هما اللي بيعرفوا التكنيك اللي ورا الموضوع. في رحاب جامعة المنصورة الجديدة، ونشكر حضرتك تشريفك لينا في ندوة مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات والتعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. الحقيقة فنم الندوة دي هي سلسلة من ندوات أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتوعية الشباب الجامعات. احنا النهارده فنم شريف سعادتك لينا نكون دي ندوة رقم 300 من ندوات مؤسسة حياة كريمة والمجلس الأعلى للجامعات في خلال شهرين هم عمر انطلاق المبادرة وانطلاق الندوات. حقيقة فنم احنا وصلنا لعدد حضور من الطلاب اكثر من 31,000 طالب حضروا الندوات التعريفية ب 27 جامعة وحوالي 272 كلية فنم.
الحقيقه فنم عدد المتطوعين، وده اللي ابهرنا كلنا، اللي يعني ابدوا رغبتهم للتطوع في المبادره الرئيسيه حياه كريمه. اكثر من 8000 طالب في الجامعات المصريه، وحاليا في اطار التنسيق لبدء النزول الميداني مع زمايلنا الطلبه اللي موجودين. طبعا يا فندم كان دايما بيعقب كل ندوه بننزل قريه من قرى حياه كريمه. تم تنفيذ اكثر من 47 زياره مدنيه ل 47 قريه من قرى حياه كريمه بحضور اخواتنا طلبه الجامعات، وحضور اكثر من 8000 طالب وعضو هيئه تدريس ومتطوع ومنسقين وسط حياه كريمه. احنا يا فندم حقيقي سعداء ومبسوطين بوجود حضرتك فينا لينا. تشريفك يا فندم المبادر المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا بشكرك وبشكركم جميعا ان انتم موجودين يعني تتعرفوا على البرنامج ده. لكن انا الحقيقه كنت عايز بعد انتم ما تعرفتوا عليه وانتم من اهل المحافظة هنا تقريبا كل الكتلة اللي موجودة قدام مننا الشباب والشابات الموجودين، انتوا رأيكم ايه؟ لان هنا احنا بنشتغل كبرنامج بالدولة بتنفذه، وانتم في بعضكم اتصور بيشوف ده بيتعمل جوه القريب منه او يمكن معاه. موضوع حياة كريمة ده برنامج الدولة كانت عايزة تعمله من سنين طويلة يا دكتور مصطفى. بدليل ايه؟ ان كان في خطة للصرف الصحي للقرى في مصر. وهنا يهمنا اقول لكم على حاجة، مش الفكرة فكرة ان احنا بنعمل، الفكرة ان احنا بنقول هو ده بيتعمل ليه، ما اتعملش قبل كده وبيتعمل دلوقتي ازاي. قبل كده كانت الحكومة اتصور لما انا توليت دكتور مصطفى كان 18% اللي كان خلصان في الصرف الصحي 11. فده معناه كانت الدولة بتخش تحاول تعمل، لكن بيقابلها تحديين. استقرار المسار يعني ايه؟ ان هي تقدر تحط خطة والخطة دي لما تيجي تنفذها تنجح. طب ما كانتش بتقدر تكمل فيها ليه؟ لان اولا في تكلفة مش مستقرة، يعني تكلفة الانشاء بتاع لو انا حطيت خطة لموضوع لمدة سنة او اتنين او تلاتة، التكلفة بتاعت أول سنة غير تاني سنة غير تالت سنة. ده الواقع اللي كان موجود. اتنين، إن حجم التمويل المطلوب كان ضخم جدا، حجم التمويل كان ضخم جدا. ثم في بقى حاجات بتقابلهم في الواقع، إن أنا بعمل تخطيط على 1000 وما لاقي بعد سنة بقوا 1050 زادوا. فأنا دخل في سبق، مش أنا، الفكرة المبادرة الخطة دخل في سبق مع التطور، وبالتالي ما كانتش الحاجة بتخلص. إحنا قلنا هنعمل إيه؟ قلنا هنحاول في خلال 3 سنين جماعة. أنا بقول دي فرصة إن إحنا نتكلم في خلال 3 سنين. طب إحنا، وأنا بقول لكم عشان نبقى كلام على الهوا، طب إحنا قدرنا المرحلة يا دكتور مصطفى نخلصها في السنة زي ما اتفقنا؟ ما قدرناش. طب ما قدرناش ليه يا محمد؟ لأسباب كتير، منها إن طبعا الظرف الاقتصادي كان ليه تأثير، اللي هو بتاع التداعيات بتاعت الأزمة الروسية. النقطة الثانية، أنا عايز أقول لك حاجة مهمة جدا جدا، إن إحنا فوجئنا إن قدرة الشركات اللي موجودة في مصر مع حجم النشاط اللي بيتعمل مش قادرة تدخل تخلص ده في سنة. مظبوط. فأنا بقوله مش عشانك أنت محمد، أنا بقوله عشان الشباب اللي موجود معانا هنا، وعشان حتى الناس اللي بتسمعنا في القرى يقول لك إيه، طب إحنا نصيبنا إمتى؟ إحنا هنخلص ده إمتى؟ إحنا كان تخطيطنا، وأنا قلت الكلام ده ولو رجعتوا كلام هتقول لي بتمنى ان احنا خلال 3 سنين، مش كده يا دكتور مصطفى؟ وقلت 700 مليار جنيه واتمنى ان يبقى 700 مليار جنيه. النهارده مش 700، النهارده يمكن يعدي التريليون جنيه. 300 مليار مبلغ مش بسيط، دي نقطه. ولكن الاهم منه كله ان احنا فوجئنا ان المواد اللي بتخش في الشغل كميتها اللي موجوده والانتاج بتاع الشركات ما يلبيش ان احنا نقدر، يعني سواء كان المواد او العمل اللي حياتك بتبني مصر. لا لا لا، انا بتكلم على حياه كريمه، لان الرساله لازم توصل للناس يا محمد. مظبوط. توصل للمواطنين يقول لك ايه، انتوا وعدتونا يا دكتور مصطفى واحنا مش عايزين نوعد يا ابني، وبعدين احنا نخلف وعدينا مع الناس. احنا وعدنا مع يعني بقول لهم خلي بالكم، وعدنا قائم ان شاء الله، وعدنا قائم بان احنا ننجز ده في اسرع وقت ممكن. نعم. بس خلي بالك انت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم على اللي احنا ال 52 53 مركز يا دكتور، اللي احنا المرحله الاولى.
فهو ده القرى اللي فيه ال 1500 قريه اذا كنت انا فاكر، هو ده اللي احنا اللي انت ممكن تكون قريتك منه. لان احنا لما دخلنا في المحافظات، لما دخلنا في المحافظات ما قلناش استهدفنا محافظه، لا احنا استهدفنا اكتر قرى اذا كنت انا فاكر صعبه، وقلنا نبدا بيها اللي هي ايه اللي كانت فيها الخدمات والبنيه فيها صعبه قوي، نسبه الفقر عاليه. لا لا مش الفقر المالي، انا اقصد الفقر الخدمي. انا موافق معك على الكلمه دي، ان انا كنت بقول ان دي القرى اللي حالها صعبه قوي الناس. طب نبدا بيهم اللي عنده يعني قريه 5 على 10 6 على 10 ممكن نخليها في المرحله الثانيه، القريه اللي فيها 7 على 10 ممكن نخليها المرحله الاخيره. اللي انا بفكر فيه دلوقتي وده اول مره يمكن اقوله للدكتور مصطفى ولكم، ان احنا بنفكر طب هل من المناسب، وده امر محتاج يعني ان احنا ندرسه كويس يا دكتور مصطفى، ان احنا نبدا المرحلتين مع بعض. اذا كنت بقول الشركات مش قادره، لكن انا فكرت كده، انا فكرت يا محمد كده قلت طب انا بقى بما ان انا مش قادر اخلص في سنه، طب انا اقدر اخد مرحلتين مع بعض. التحدي اللي بيقابلنا في ده، وانتوا شباب متطوع، والشباب المتطوع هنا مش بس انه يكون روحه موجوده مع الفكره، لا هو مهم قوي انه يكتسب الخبره ويعرف يعني ايه يدير امر وينجحه ويتغلب على المشاكل اللي موجوده فيه، لان مفيش موضوع تقدر تشتغل فيه في اي حاجه سواء كانت دوله متقدمه او دوله غير متقدمه الا ما هتجد في صعوبات بتقابلك. دي طبيعه الحال، طبيعه اي عمل. تقدر بقدرتك محمد انت والناس اللي احنا بنتكلم ان هم بقى متطوعين، وانا بشكر كل انسان في مصر يتطوع لعمل ويقدم خدمه لاهله. اهله مش مهم يكون اهله مباشرين، لا اهله هو اهل مصر. اللي يقدر يعمل ده حاجه جميله جدا جدا واجر كبير جدا جدا. وعايز اقول لكم عشان بس برضو ناس كتير تبقى متصوره ان ممكن ده ما يكونش ليه مقابل عند ربنا، لا اللي يساعد الناس ويبني للناس ويحسن حياة الناس صدقوني ربنا سبحانه وتعالى هيساعده، لأن هو في النهاية هنا مش مقابل مادي بقى، أنا بعمل ده عشان أخد حاجة فخلاص. لكن اللي بيعمل ده عشان يرضي الناس ويساعدهم ربنا لازم هيساعده. فأنا يعني بقول لمحمد وبقول لكل اللي يمكن ما جاتش فرصة إنه يتكلم إن إحنا البرنامج ده حلمنا، حلمنا كلنا مع بعضنا. وانا ان كان ليا كلام اقوله للشركات اللي بتشتغل وللشركات المنتجه، حاجتي الشركات اللي بتشتغل من فضلكم مزيد من الجهد، مزيد من الجهد عشان نقدر المستهدفات نقدر نحققها. والشركات المنتجه يعني طبعا في اليات سوق وفي عرض وطلب، بس على مهلك ولا يا دكتور مصطفى؟ على مهلك يعني ايه يا محمد؟ يعني بالراحه. بالراحة مش كده؟ أنا بشكركم جدا جدا وسعيد بيكم، ربنا يوفقكم. We'll be right back.
يا مساء الجمال عليكم ومساء المنصورة الجديدة الجميلة اللي انضمت إلى مدن مصر الجديدة. الحقيقة اليوم مبهج، والافتتاح اللي شهدته المنصورة وشرفه بالحضور السيد الرئيس النهاردة مبهج جدا. مش عارفة ليه فكرني كده وافتكروا معايا، فاكرين سيد درويش؟ تخيلتوا لو كان موجود سيد درويش لما كان بيغني للشعب وللناس، ولما بيقول اهو ده اللي صار اهو ده اللي كان، مالكش حق تلوم عليا، ما هو لو كان ده الخير في بلدنا ما كناش نقدر نقدمه. كان بيقول ايه وتلوم عليا ليه يا سيدنا، وخير بلدنا ما هوش في ايدنا. تخيلوا بقى لو سيد درويش عايش اليومين دول عشان يعرف ان خير بلده بقى في ايده، كان هيغني الاغنيه ازاي؟ كان هيغني احلى وكان هيغني اجمل. النهارده الافتتاح الحقيقه كان مبهج، مبهج مش بس عشان افتتاح، مبهج لان انت بقيت تقدم مدن كمان بشكل علمي، بشكل ذكي، بشكل مختلف، فيها كل ما تتطلبه المدن الحديثة الآن. يعني مش بس بتعمل أبنية وطرق وشوارع، ولكن بتعمل كل الخدمات اللي ممكن تحتاجها مدينة. يعني أنا بجد نفسي جدا أروح عربيتي وأروح أشوف المنصورة الجديدة. سعيدة أولا كمان لأنها امتداد حلو جدا للمنصورة القديمة، يعني وكأنك أنت بتعمل توسع للمحافظة، يعني من محافظة الدقهلية وطبعا العاصمة هي المنصورة، بتعمل توسع حلو. هي طبعا يعني قريبة إلى جمصة، حدودها مع كفر الشيخ، ويعني على طول الساحل الشمالي بطول 14 كيلومتر. وشفتوا المنظر والشاطئ والبحر، حاجة الحقيقة بديعة. كمان الجامعة، يعني جامعة المنصورة الجديدة وهي بالمناهج الدولية الجديدة. السيد الرئيس كان موجود النهاردة ويتجول في كل مكان، وكأنه أراد بأنه يعني يتابع كل شيء ويشد على أيدي كل الناس الموجودة، من طلبة، من ناس، من مزارعين، من كمان ناس صناعات صغيرة. الحقيقة الافتتاح النهاردة مبهج. تعالوا مزيد من التفاصيل مع مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. مساء خير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك. الافتتاح النهارده الحقيقه حاجه مبهجه جدا، والصوره الحقيقه بليغه، والافتتاح الرائع ده. فكلمنا عن هذه المدينه والمرحله الاولى. برحب بحضرتك طبعا، والنهارده فعلا كان يوم رائع جدا، وبتشريف فخامه الرئيس، وببارك يعني لينا كلنا والمصريين على الانجاز اللي حصل النهارده الحمد لله. ويعني يسعدنا قوي امنيه حضرتك انك تزوري المدينه وتشرفينا ان شاء الله. اكيد تقابل حضرتك هناك، وده يبقى شرف لينا لو حضرتك تشرفينا ان شاء الله هناك. أكيد. ومدينه فعلا تستاهل الزياره، وان حضرتك تيجي تشوفيها بنفسك. هي مغريه بصراحه، الشاطئ الجميل ده وتم تنفيذها على اعلى مستوى، سواء البنيه الاساسيه، سواء المرافق الاسكان، سواء خدمات، وزي ما حضرتك تفضلتي، والجامعه والمدارس اللي بتبنيها الحكومه. الشكل العمراني اتغير خالص، وده اللي بتبنيه الدوله النهارده، يعني واجهه جديد خالص، العمران مختلف تماما عن اللي كان بيتنفذ قبل كده. اكيد. خلينا نتكلم كمان على انها يعني مدينه من المدن الذكيه الجيل الرابع، فهيبقى المواطن اللي مقيم بقى في هذه المدينه مش زي المدن، يعني قبل كده كان بيتم يبقى في مدن بس ما تبقاش فيها خدمات، فيضطر هذا المواطن انه يعود تاني للمدينه القديمه او لاقرب مكان فيه خدمات. لكن دلوقتي الخدمات الحقيقه مقدمه بشكل علمي وشكل رائع وفي سهوله ويسر. حقيقي فعلا، يعني من اول ما بدانا تنميه المكان، والمرحله الاولى اللي بنتكلم عنها اللي هي تتجاوز 2000 فدان تقريبا، وزي ما حضرتك تفضلتي هي قريبه من كل المناطق المعموره، فبالتالي هو في شبكه طرق بتربطها وقريبه بتربطها بالاماكن دي، فبالتالي ما بقاش في صعوبه ان المواطن يفكر ينتقل ويعيش في جوده الحياه اللي بالشكل ده اللي في الصور حضرتك بتعرضيها. من اول يوم التفكير في المدن المستدامه، وده على مستوى كل المدن الجديده اللي احنا النهارده بنتكلم في 44 مدينه قائمه فعلا، فيهم عمران قائم وفيهم خدمات بتقدم للمواطن، ودي اضافه جديده منهم النهارده، والاول مره في محافظه الدقهليه يكون في مدينه المدن الجديده. فعندنا من اول يوم في التخطيط في اسكان لكل شرائح المجتمع، اسكان اجتماعي، متوسط، فوق المتوسط، متميز كمان، ويعني بكل انواعه. 31% من الاسكان ده كان اسكان اجتماعي، وفي المرحله الاولى، و 58% منه اسكان متوسط فوق المتوسط، والاسكان المتميز 11%، والفيلات وخلافه. بالاضافه لكده، وده دايما بيكون التوجيه الرئيسي لفخامه الرئيس
انه دايما انه لما نبدا اي مجتمع عمراني نبدا بالخدمات مع المرافق قبل اي حاجه وقبل اي مواطن ما يستلم وحده سكنيه تكون الخدمات متاحه وتم طرحها بالفعل وتم تنميتها بحيث ان يبقى في خدمه متاحه للمواطن قبل ما يسكن. وده اللي حصل. وهشوف حضرتك النهارده شفت النهارده في الافتتاح اسواق تجاريه موجوده، مدرسه موجوده، حضانات موجوده، خدمات حكوميه موجوده، حتى الاماكن الدينيه الجوامع والكنائس حتى دور العباده موجوده بالظبط يا فندم. والجامعة اشتغلت بالفعل من سنة واستقبلت الطلاب وبصراحة كان منظر مفرح. أنا زرت المكان أكثر من مرة ولسه الأسبوع ده كنت هناك في الجامعة وشفت، ومبارح وأول مبارح كنت شفنا الطلبة وحاجة طبعا. جميلة رائعة نشوف كمية الطلبة الكتير اللي في الجامعة، يعني حاجة جميلة جدا. وفي أعتقد الصراحة كمان قطار هيربط ما بين المدينة المنصورة القديمة والجديدة، وهيبقى في خلال ربع ساعة يقدر المواطن أو الناس تتحرك بسهولة أيه. ويسر. ودي برضو يعني شبكة الـ النقل الحديثة النقل كمان بالظبط بتحقق تنمية رائعة. مهندس عمرو خطاب، الصورة تتحدث الحقيقة، والافتتاح والجولة العظيمة التفقدية اللي قام بها السيد الرئيس هي الحقيقة الصور بليغة. فبشكر حضرتك شكرا جزيلا، مزيد من التوفيق طبعاً. مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان. زي ما شفتم النهاردة كمان أنا عجبني الحقيقة في الجولة اللي حضراتكم تبعتوها من شوية تفقد السيد الرئيس بقى بنفسه، يعني الحاجات الإنسانية اللطيفة إنه بيشوف الناس، صناعات صغيرة، الناس بتعمل إيه، الشباب بيعملوا إيه، كمان المبادرات اللي كانت موجودة، مبادرة إبدأ، والرئيس طول الوقت الحقيقة بيساعد وبيدخل في حوارات، الحوار الرائع كمان، الحوار مع الأهالي والحوار مع المزارعين، فتحس كده وكأن المواطن شعر بأنه له قيمة، له قيمة عالية جدا بأنه يعني رئيس الجمهورية بنفسه بيتكلم معاه وبياخد ويدي معاه، واحد من العيلة يعني، وبيحاول ان هو يحسسه انه احنا موجودين عشانك، يعني قيادة، حكومة، دولة موجودين من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطن. الصورة هنا سيد الرئيس مع يعني الحقيقة السيدة دي والفتاة لطيفة جدا، وهي يعني كمان عندها مواهب موسيقية، وشوف الروح الانسانية، الناس بتعتاد من الرئيس انهم يطلبوا منه بمنتهى البساطة، يعني هي كانت بتكلموا عن الموسيقى وعايزة تعزف وعايزك تسمعني يا ريس، والريس أصر أنه يسمعها وأخدها على مكان كان عندهم يعني زي كيبورد أو حاجة موسيقى عشان يحقق لها. ده حاجات إنسانية لطيفة جدا بيشعر بيها المواطن. الصورة الحقيقة بتتكلم والصورة بليغة طول الوقت. طيب خلونا دلوقتي نروح، عايزة يعني وإحنا بنتكلم على مصر تحديدا، من أيام 28 نوفمبر كانت الذكرى الرائعة شادية لما تغني عن مصر وتقول يا حبيبتي يا مصر. الشباب النهاردة اللي غنوا على فكرة واللي هم شباب الموهوبين اللي قدمهم البرنامج الجميل، برنامج الدوم، البرنامج اللي بتقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، البرنامج ده الحقيقة عمل حاجات لطيفة جدا وطلع مواهب من محافظات مصر، وبقينا كمان المواهب دول يبقوا موجودين معانا ويبقى عندهم فرصة في افتتاحات زي مدن جديدة يغنوا ومواهبهم تطلع. الحقيقة كان شكلهم مبهج النهاردة. فكروني هم بيغنوا أغنية يا حبيبتي يا مصر لشادية، الفنانة شادية اللي كنا بنحتفل بذكرها يوم 28 نوفمبر. يعني في فيديو كده لطيف هي بتتكلم فيه ليه هي تحديدا أصرت على جملة يا حبيبتي يا مصر، اللي كتب طبعا الأغنية دي الرائع محمد حمزة والموسيقار العظيم بليغ حمدي. تعالوا كده نشوف جزء لقاء نادر جدا مع شادية ونرجع نكمل يا حبيبتي يا مصر مع شادية. أغاني كتيرة عاطفية وأغاني كتيرة وطنية، لكن من الأغاني اللي رددتها الجماهير بشكل مستمر هي أغنية يا حبيبتي يا مصر. عايز أعرف إيه الظروف اللي اتقالت فيها الأغنية دي؟ حضرتك قلت إن أنا غنيت أغاني عاطفية كتيرة، أنا بعتبر برضو الأغنية الوطنية والأغنية الواحد لما يغني البلد دي بتبقى أغنية عاطفية أكتر وصادقة أكتر. يعني مظبوط، يعني الأغنية العاطفية بيبقى موقف، بيبقى فكرة، بيبقى في الفيلم، إنما الأغنية الوطنية دي الواحد لبلده بيقولها الأرض وبيقولها، فبتبقى عاطفية أكتر. يعني أنا إنها من إحساس، من إحساس طبعا. يعني مثلا زي ما قلت حضرتك يا حبيبتي يا مصر، كانت في فترة الحقيقة ما كانش في اسم مصر، ده مش ممكن يعني، ده كان في قلوبنا قعد مدة ما كانش في اسم مصر، ده لما كانت الجمهورية العربية يعني ما كنتش قادرة أنطقها حتى، إلا برضو كنت الواحد يقول مصر لا يمكن دي تطلع من قلبنا يعني.
فكان في ايام كنت هعمل حفله وكان في اغنيه اسمها عالي، كان بيجي لي الاستاذ بليغ ومحمد حمزه بحفظ الاغنيه، وكان بقالي 4 سنين ما بغنيش في المسرح. فكان ده رجوعي للمسرح تاني، اذاعه وتلفزيون، فهو بيحفظني. احنا كمان نقول مصر، كلمه مصر، مصري، عارف ان الواحد حب كده بطريقه مش معقوله يعني. واحنا قاعدين يا حبيبتي يا مصر بنقول كده. حمزه كان قاعد راح كاتب الكلام في ساعتها وانتوا قاعدين، واحنا قاعدين وبليغ العود يعني معاه جاهز عشان اللحن التاني. والله ليلتها كانت الاغنيه خلصت، تاني يوم جينا الاذاعه صرحناها، تالت يوم سجلناها قبل عالي، قبل عالي حبيبتي يا مصر. واتذاعت في الحفله. يعني حقيقي يعني انا كنت مش عارفه بغنيها بعاطفه باحساس، مش انا، الناس كمان كانت استقبلتها بطريقه، كل الناس وحشاها اسم مصر ده مكتوب في القران. وبعدين يعني ما اقدرش اقول لك شعوري كان ازاي وانا بغنيها. بغنيها بكل احساس، بحب جديد، حب البلد والوطن، ده حب تاني خالص غير يعني حب الام، حب الطفل، حب الزوج، ده حب تاني. خصوصا الواحد لما بيسافر بيحس بالحب ده بطريقه. يعني انا عمري ما انسى اول مره اسافر بعيد عن مصر، كنت انا وماما وبابا كنا راكبين باخره، كنت بشوف الباخره وهي بتبعد، اول مره احس حب جديد دخل قلبي او كان في قلبي وانا مش حاسه بيه، الا لما لقيت اسكندريه دي ارضي بتبعد عني، الباخره بحس هي اللي بتبعد عني. قد ايه شعور حب جميل الواحد بيتشجن، ازاي انا بقيت يعني كنت هقعد شهر، قعدت 18 يوم ورجعت. حب جميل جديد. احنا يمكن اللي قاعدين في مصر بنحب وكل حاجه، ما بنحسش بالحب ده الا لما بنبعد. ايه الجمال ده؟ شفتوا شادية وجمالها؟ يعني علشان كده الأغنية دي تحديدا يا حبيبتي يا مصر بتوصل لنا وبتمس قلوبنا كلنا. يا حبيبتي يا مصر، يا بلادي، يا أحلى البلاد يا بلادي، لما بتغنيها شادية كلنا بنحس. وناس تقولك أنا فعلا بحس إنه الواحد جسمه بيقشعر حقيقة. فالأغنية دي شوفوا من كتر الصدق في الأغنية، كان وقتها زي ما بتقول كان ما كانش كلمة مصر موجودة، كان الجمهورية العربية المتحدة، فطبعا ما كناش لسه بقينا جمهورية مصر العربية بعدها، فكانت هي حاسة إنه ما بتتقالش مصر. فده اللي خلاها هي والشاعر العظيم محمد حمزة والموسيقار الرائع محمد طبعا بليغ حمدي ان هم يعملوا أغنية يا حبيبتي يا مصر. وفضلت الأغنية دي حبيبة المصريين، هي عنوان الفرح، عنوان المحبة بيننا وبين مصر، لأنه الصدق اللي قالته بيه شادية هو اللي كمل معانا. تعالوا كده شوفوا جيل بيسلم جيل، ما زلنا بنغني زي ما شادية من قلبها وبحبها، ما زلنا بنغني يا حبيبتي يا مصر. النهاردة المواهب الجميلة من طبعا برنامج الدوم هم كمان كملوا المسيرة وغنوا في افتتاح المنصورة الجديدة أمام فخامة الرئيس يا حبيبتي يا مصر. نسمع سوا.
أغاني كلها جميلة الحقيقة غنوها، والجميل كمان هنا كان المزج ما بين الدوم وما بين أيضا الكورال اللي موجود في جامعة المنصورة. شوفوا المنصورة يعني قد إيه النهاردة في حالة سعادة، وده الحال الحلو إنه بقى عندنا مدن جديدة بتنضم إلى الخريطة الخاصة بمصر، مش بس كمدن وأبنية، لكن أنت بتضم مدن، بتوسع كمان الرقعة الاستيعابية بالنسبة للسكان، بتوسع الخريطة الاقتصادية، بتدي فرص للعمل، حاجات كتير جدا حلوة النهاردة، عشان كده هو يوم مبهج. تعالوا بقى نروح للكورة مع شوقة العالم والناس كلها بتتابع كاس العالم، وطبعا زي ما احنا عارفين انتهت يمكن مباريات اليوم. تعالوا كده نشوف اللي بيحصل، الحدث الأهم طبعا في عالم الرياضة هو كاس العالم، والبطولة اللي بتشهد الحقيقة تفوق عربي مختلف، يعني بنشوف مباريات مهمة، بنشوف تحقيق مش مهم، يعني بعض الفرق العربية يعني حققت الحقيقة مباريات مهمة وعملوا مجهود كبير، خرجوا من كاس العالم بس يعني خرجوا باحترام، خرجوا بمسؤولية، وخرجوا كده بلعب جميل. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل الناقد الرياضي صبري سراج. طيب خلينا لحد ما يرجع الاتصال معانا. كمان المنتخب السعودي اللي نجح في تقديم مستوى مميز طول البطولة، يعني طبعا بداية من هزيمة الأرجنتين اللي فضلت يمكن كل العناوين الرياضية على مدى أيام في كاس العالم تتكلم على الهزيمة دي، لأنه لم تكن متوقعة بأي شكل من الأشكال. حتى المباراة الأخيرة أمام طبعا المنتخب السعودي والمكسيك، لكن كان موجود وحاضر المنتخب السعودي وكان بيحاول لحد آخر وقت، وحتى المكسيك كمان خرج من البطولة. المغرب بقى قصة تانية، والمغرب إن شاء الله مكملة، وإحنا كلنا أكيد بندعم المغرب كفريق عربي نجح إنه هو يصعد في أول مجموعته على حساب كرواتيا وبلجيكا وكندا، وده طبعا شيء رائع وجميل. والمونديال ده يعني الحقيقة كل المعلقين بيقولوا إنه مختلف، لأنه حاجات ما كانتش متوقعة، يعني حتى هزيمة مثلا زي هزيمة ألمانيا في الأول كانت هزيمة مبكرة، مثلا أسبانيا عملت إيه مع كوستاريكا في الأول، فأنت طول الوقت بتشوف حاجات الحقيقة مختلفة، وأنت مش عارف بالظبط إيه اللي بيحصل في كاس العالم. والله أعلم كمان لما هنبدأ وحيصعدوا في الآخر إيه اللي ممكن هيحصل، وحنشوف مع بعض الكورة. وده كاس العالم، الجميل في كاس العالم السنة دي إنه المسحة العربية، يعني إنه على المسحة العربية مدياله نكهة مختلفة يعني. وطبعا خلينا نقول إنه كمان النهاردة أسبانيا واليابان صعدوا، وصعدوا لدور الستاشر، وطبعا ده يعني أسبانيا الحقيقة يعني بتلعب كويس وهتنافس، اليابان كمان بتلعب كويس، فدول هتبقى يعني هنشوف مباريات كتيرة جدا. وطبعا عايزين كمان خروج طبعا النهاردة ألمانيا أنها تخرج من البطولة شيء غريب، بس أنا عايز أقول لكم أن الصحافة الرياضية الألمانية من أول الهزيمة ما كانتش يعني متفائلة، يعني كان عندهم ومعترضين طول الوقت ومتضايقين، فيبدو أنه الحظ لم يحالف ألمانيا، رغم أن ألمانيا دي من الناس اللي أحرزوا ومسجل باسمهم في تاريخ كاس العالم أنهم أخذوا كاس العالم. بس زي ما قلت لكم كاس العالم هذا العام مختلف، وإحنا سعداء جدا بالفرق الرياضية أنه كان ليها تواجد وأنه كانت بتحاول. طبعا كان نفسنا أن هم يكملوا، بالذات السعودية وتونس اللي لعبوا الحقيقة كويس جدا وكانوا موجودين، لكن يعني أعتقد هم هيراجعوا كل الكلام ده. الأداء كان مشرف الحقيقة، وكان أداء رائع، ويمكن الحماس اللي شفنا بيه السعودية والأرجنتين في المباراة الأولى للسعودية خلانا كمان لحد الأمس وإحنا بنتابع أيضا السعودية والمكسيك، كان عندنا أمل للسعودية كمان جابت جول، وطبعا النتيجة كانت 2-1 لصالح المكسيك، لكن كان عندنا أمل برضو وكان إن هما يعملوا ده. المنتخب التونسي بقى على فرنسا بطل العالم، أيضا هيبقى مسجل في التاريخ، لأن أنت بتلاعب بطل العالم وبتلاعب كمان فريق دخل من أول كاس العالم بيلعب كويس جدا، وهو كمان ما بيخسرش، لكن طبعا أنه يخسر من فرنسا. وخدوا بالكم أنه تونس وفرنسا وعدد كبير من توانسة عايش
طبعا دي كانت عامله برضو حزازيات في الملعب. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل وكواليس وايه اللي ممكن يحصل وتوقعات الناقد الرياضي صبري سراج. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذه شوقي، ازي حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك. توقعات ايه يعني؟ كاس العالم السنه دي غريب، يعني محدش عارف ايه اللي بيحصل، ايه اخر المفاجآت؟ يعني خروج المانيا من شويه ده خروج، يعني اعتقد انه هتبقى ليله حزينه في المانيا وليله سعيده في اليابان وفي اسبانيا ادينا كده حصاد سريع لمباريات الدور الاول. هو طبعا اللي بيحصل في كاس العالم من بدايته جنون، يعني ما فيش وصف اكتر من كده. البطوله بتقدم افضل نسخه ليها في اخر نسخه، يبقى فيها 32 منتخب، بتقدم الحقيقه افضل اداء ممكن الواحد يشوفه في حياته في كاس العالم. منتخبات كلها متالقه، منتخبات كلها مستعده كويس جدا. فكره اقامه كاس العالم طبعا حتى ولو كان على سبيل الاستثناء ان هي تقام في منتصف الموسم، ادت دخلت المنتخبات كلها، اللعيبه كلها جاهزه بدنيا بشكل ممتاز عن اللي كان بيحصل في النسخ السابقه. احنا متعودين كاس العالم بيبقى في الصيف بعد انتهاء الدوريات، فبتكون اللعيبه مستهلكه اكتر بدنيا. دلوقتي كل اللعيبه موجوده في اعلى مستوى فني وبدني ليها، فبنشوف نسخه استثنائيه جدا من كاس العالم، خصوصا كمان ان قطر دوله مساحتها صغيره، وبالتالي ما فيش انتقالات كتير وما فيش سفر ما بين المدن وبعضها. صحيح. عشان فاللعيبه بترتاح فترات اطول وما بتحتاجش، ما بتبذلش مجهود كبير في السفر. صحيح بالظبط. كل ده يعني من الحاجات اللي اثرت جدا ان نشوف مردود قوي جدا ونسخه استثنائيه الحقيقه في كل شيء من كاس العالم. منتخبات صغيره عملت نتائج كبيره، ومنتخبات صغيره ابتدت بشكل سيء جدا ثم انتفضت. انا عايز اخص طيب اتكلمنا عن ده، يعني قول المنتخبات الكبيره اللي عملت مفاجآت وفي خرج منها، وبعدين المنتخبات اللي ما كانش متوقع انها تحقق النتيجه دي. هو طبعا فكره ان احنا نبقى داخلين الجوله الثالثه من الجروب ستيج وفي 27 منتخب عندهم الفرصه ان هم يصعدوا، دي حاجه ما شفناهاش قبل كده. فده مع يعني شفنا تقارب كبير في المستويات، وشفنا منتخبات كبيره ما ابتدتش البدايه العظيمه اللي هي كانت تاخد مثلا 6 نقط في اول ماتشين فتبقى مريحه في الماتش الثالث، فده ما حصلش كتير غير يمكن مع فرنسا والبرازيل. غير كده المنتخبات كلها تعثرت في الجولتين سواء الاولى او الثانيه، ودفعوا في منتخبات دفعت نتيجه ده او ثمن ده زي منتخب المانيا النهارده. المانيا الحقيقه بقى لها كام سنه بتمر بفتره اهتزاز كبير في المستوى، رغم كل السيستم اللي عندهم والعلم الكبير اللي عندهم والشغل اللي هم بيعملوه، لكن يبدو ان في مشاكل في التطبيق ادت ان احنا نشوف في الاربع سنين اللي فاتت من النسخه اللي فاتت في كاس العالم، واحنا بنشوف المانيا في مستوى مش المفروض ان هي طبعا تكون او ما تعودناش ان احنا طبعا نشوفه منها. اقول لك ان المانيا قبل البطوله دي هي اكتر منتخب سجل في تاريخ كاس العالم. صحيح. تيجي البطوله دي وتخرج 237 جول طبعا، وتخرج حتى ما توصلش لل 16، يعني انه المانيا ما توصلش لل 16 دي برضه مفاجاه كبيره. لكن انا مش عايز اقول ان هي متوقعه، لكن منطقيه قياسا باللي بيحصل مع المانيا او بيحصل في منتخب المانيا خلال السنوات القليله الماضيه يعني. لكن أكيد تظل برضه مفاجاه كبيره ان بطل كبير زي المانيا يخرج من كاس العالم من الدور الاول في مجموعه تضمه هو واسبانيا ومنتخبين ما لهمش تاريخ كبير في البطوله زي كوستاريكا واليابان، ويحرجوا ويخسروا من اليابان اللي هي المصنف الثالث في المجموعه، وكانوا قاب قوسين او ادنى في وقت ما من المباراه ان هم يتعادلوا او يخسروا قدام كوستاريكا. انا بس عايزه قبل ما تسيبني يعني تقول لي مثلا توقعاتك لدور الثمانيه، مين اللي هيروح الدور الثمانيه؟ ما احنا يعني اظن يعني توقعات من اللي هيدخلوا ال 16 ويلعبوا توقعات يعني بقى. يعني هقول لحضرتك انا اصلا مش من الناس اللي بتحب تتوقع قوي، خصوصا كمان احنا بنتكلم عن نسخه مجنونه بكل المقاييس. يعني اي كلام ممكن يتقال عن توقعاته هو هيبقى يعني ضرب من الهوى والخيال. احنا كلنا طب مين يعني الحصان الاسود؟ يعني حتى الحصان الاسود في كاس العالم السنه دي مش معروف. يعني أنا ممكن أرشح لك المغرب جدا. المغرب منتخب قوي جدا، والحقيقة كانت من بداية البطولة هو كان في أصعب مجموعة كنا بنسميها مجموعة الموت قبل البطولة، يعني معاه بلجيكا المصنف الثاني على العالم، ومعاه كرواتيا اللي هي ثاني كأس العالم اللي فات.
المغرب الحقيقة نظريا على الورق كانت فرصته ضعيفة في الصعود، قدم مستوى كبير جدا وعمل مفاجأة كبيرة بأنه هو يصعد أول مجموعة، منتخب يمتلك قدرات كبيرة جدا على مستوى اللاعبين كأفراد وخبراتهم في الدوريات الأوروبية ومهارة وفتنس لحد آخر دقيقة. طب كلمني برضو عن المنتخبات الإفريقية، يعني السنغال برضو وغانا السنغال طبعا مشروع ممتد أصلا من 7 أو 8 سنين مع أليو سيسي، مشروع من ساعة ما نكد علينا هو ممتد. عملوا منتخب كبير جدا واستنوا عليه وصبروا عليه سنين بيتبني، فاللي بيحصل مع السنغال الحقيقة أنا مش شايف إن هو مفاجئ خالص. إحنا كان حظنا سيء جدا، أو مش حظنا، هو بعض الاختيارات الخاطئة والتقدير الإداري الخاطئ من المسؤولين عن الكورة في مصر، سواء المدير الفني السابق لمنتخب مصر أو الأسبق لمنتخب مصر أو اتحاد الكورة، بإن إحنا ما نلعبش ماتشات ودية تحسن من تصنيفنا، فنضطر إن إحنا نبقى مستوى تاني ونقابل منتخب السنغال اللي هو تصنيف أول في البلاي أوفس عشان نوصل كأس العالم. فكانت يعني منهم لله اللي عملوا كده والله، يعني منتخب كبير جدا منتخب السنغال، طبيعي جدا ومكانه طبيعيه جدا الحقيقه للمنتخب كبير، كل لعيبته لعيبه كبار وممتازين على المستوى الفني والمهاري والبدني وكل شيء، ان هم يكونوا موجودين في دور ال 16. اكيد. انا مش شايف اخر سؤال استاذ صبري، يعني عذرا على المقاطعه، بس اخر سؤال سريعا جدا، قول لي مين اللاعب اللي ظهر في كاس العالم ومين اللاعب اللي اخفق؟ انا بشوف يعني في لعيبه كويسه لكن قدمت نسخه ممتازه منها، ولعيبه بوتنشال جدا زي محمد قدوس لاعب غانا، ده من اللعيبه الممتازه جدا الصغيره في السن، هو بيلعب في اياكس امستردام ودلوقتي في كلام ان برشلونه بيفكر في لعيب سجل في المباراتين السابقتين هدفين، بيقدم مستوى كبير. في لعيب اعاد اكتشاف نفسه زي موراتا مهاجم اسبانيا اللي هو كان قبل البطوله اصلا، في ناس بتتكلم ليه موراتا اصلا يروح المنتخب وما بداش بشكل اساسي في اول مباراه، لكن عمل رقم تاريخي، سجل في 3 مباريات متتاليه في دور المجموعات، ودي ما فيش لاعب اسباني تاني عملها قبله. هل ميسي غير محظوظ؟ يعني ميسي كاس العالم بالنسبه له السنه دي غير محظوظ، يعني كمان ضربه الجزاء اللي ضيعها مع الاداء مع الخساره امام السعوديه، يعني احساسك ايه؟ هما طبعا اتفاجئوا بخساره متويه قدام السعوديه، ودي يعني منتخب كبير شايف ان هو نازل يلعب منتخب اقل منه بكتير، فكان فيه شويه مش عايز اقول استهانه بالخصم، لكن ما ادوش المباراه حق قدرها. صحيح. فكان عقابهم سريع جدا ان هم يخسروا المباراه دي. المباراه الثانيه تعرضوا لضغوط شديده جدا فما كانوش قادرين ان هم يلعبوا الكره المميزه للارجنتين، لحد ما سجلوا وحصل ان ميسي عيط، وشفنا بابلو ايمار على الدكه كان يعني تقريبا روحه هتطلع بعد الجون ده ما جه، وبدات الارجنتين تلعب الوقت المتبقي وقت كويس وتقدم مباراه ممتازه جدا في المباراه الثالثه. ميسي يعتبر اخر كاس عالم ليه، الناس دايما انا بس يعني انا بعذره في حاجه، يعني الناس بتقول دايما بتقارن ما بين ميسي وكريستيانو رونالدو، انما ما حدش فكر ان رونالدو ياخد كاس العالم، انما كل الناس بتفكر ان ميسي لو ما خدش كاس العالم مش هيبقى الاعظم في التاريخ، لان دايما هو ميسي هو محطوط في مقارنه طبعًا. مع محطوط في مقارنه مع مارادونا، ده عبء كبير جدا خصوصا ان الجيل الحالي من المنتخب الارجنتيني وفي السنوات اللي فاتت لا يرقى ابدا للجيل اللي كان بيلعب مع مارادونا ولا الجيل اللي كان موجود حتى في البدايات الاساسيه في المنتخب الارجنتيني. انا بتفق معاك انه احنا امام نسخه استثنائيه بكل المقاييس في حاجات كتير وفي المباريات والمنتخبات وحاجات كتير جدا، وبرضو انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي صبري سراج، بشكرك شكرا جزيلا. مهما قعدنا نتكلم على كاس العالم هنفضل نتفاجئ، بس زي ما قلنا هي نسخه استثنائيه، واحنا كعرب الحقيقه اتبسطنا، يعني الناس وهي قاعده بتتابع ولاول مره تحس كده انه يعني لا في كده ايد واحده، يعني زي ما بداوا في افتتاح كاس العالم في قطر، لكن البدايه كانت مع السعوديه اللي عملت بهجه بالمباراه، وانه العرب يعني نعم نحن نستطيع وليه لا، يعني ليه السعوديه ما تقدرش، تقدر يمكن كاس العالم اللي جاي تقدر تعمل حاجه، لانه الفريق الحقيقه فريق مشرف وقدر يقدم كوره كمان حلوه، وهنتابع بقى معاكم المغرب باذن الله. فاصل ونواصل معكم لقائنا الاخير في 9. انا هنا بس عايز اقول للناس ان لما بنيجي نعمل كدولة
بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي احنا شغالين عليه. انا ما افتكرش حد حي الصورة النهاردة وإحنا بنفتتح مدينة جديدة المنصورة الجديدة، ويمكن في العرض اللي كان أمام السيد الرئيس العرض بأنه كيف كانت المنصورة زمان بالجمال والأحياء الراقية والأبنية الرائعة وما تحولت منه أجزاء إلى العشوائيات. حتى كان تعليق السيد الرئيس بأنه هنا ما كانش فيه دولة، يعني الصور تقول أنه ما فيش دولة، فبالتالي الدولة انتبهت كثيرا جدا أنها تنقل إلى يبقى في مدن جديدة تستوعب الناس، والأهم من الاستيعاب كمان هو خلق جيل جديد بيفكر بشكل جديد، نفسيته مختلفة، هيطلع في مكان نظيف، في مكان فيه خدمات صح، مكان كمان تطلع منه بيئة سليمة، وكمان نقدر نستفيد من المواطن هنا يبقى مبدع، يبقى موهوب، يبقى بيضيف للبلد. تعالوا نتكلم في الموضوع ده لأنه مهم جدا. فاكرين لما كنا بنمشي على الدائري ونشوف الأبنية اللي هي بالطوب الأحمر، وبعدين دولة تقرر أنها يعني تدهنها بالأبيض عشان يبقى حتى منظر جمالي، لأن ده بيضيف للبني آدم ويخليه يحس أكتر. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل في هذه الفقرة. دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع، مساء الخير يا دكتور، منورنا. مساء الأنوار. يعني النهاردة وإحنا بنشوف هذا الجمال والافتتاح لمدينة جديدة، الصورة على طول بتنقلك وبتخليك أنت رايح في سكة تانية. أنا عايز أعرف ما هو الفرق بأنه يعني مواطن بيتربى في العشوائيات، بيتربى على بقى يعني مكان غير مؤهل لأي شيء، أنه يطلع منه مواهب، أنه يطلع أنه حتى يعيش فيه حياة كريمة، والصورة بقى المختلفة. وده بدأ في مصر مش بس في هذه المدينة، احنا شفناه في الأسمرات وفي في أشياء كثيرة جدا، كيف انتقل الناس وانتقلت الحياة كمان. شوفي، الانفجار السكاني في مصر كان تم التحذير منه في الثلاثينات من القرن العشرين. كان بنجد إنجاب كتير والمصادر قليلة، في هجرة من الريف للمدينة، يمكن أول عشوائيات كانت عزبة الصعيدة في القاهرة، ثم ابتدت تنتشر الظاهرة ديت. ابتدى كمان ناس تسكن في مدينة الموتى في المقابر، برضك سكن رخيص، وصل يمكن حوالي 3 مليون عايشين في مدينة الموتى. العشوائيات بقت ظاهرة مقلقة أمنيا، اجتماعيا، نفسيا، سمعة البلد وصورتها في الخارج. كان في بعض الإعلاميين يوحوا لهذه المناطق يقولوا أدي مصر، فكان في اهتمام بالموضوع ده، خاصة إن جت ظاهرة أو الموضوع الانفجار السكاني وقالوا لازم نعيد توزيع عدد السكان، بدل ما احنا على 8% نصل ل 20%، فكان مهم جدا نبتدي بالمدن. كانت ابتدت يمكن مع رئيس السادات، ثم بعد رئيس مبارك، يمكن خدت زخم في عصر رئيس السيسي بصورة قوية جدا، في اهتمام قوي، عدد ضخم جدا من المدن بيساعد في موضوع عادة التوزيع. طب خلينا نتكلم، لأنه حتى المدن ونتكلم ده بصراحة، المدن اللي يعني زي ما شفنا النهاردة المنصورة الجديدة، يعني احنا بننظر ليها، انت كمان ما بقتش بتعمل مش مجرد مدينة، مش شوارع حلوة وهي موجودة على الطريق الساحلي، ولكن انت كمان بتقدم خدمات وبتقدم كل ما يحتاج اليه المواطن. يعني كان في الماضي بعض المدن اللي حضرتك ذكرتها قديما برضو اللي تم انشائها ما كانش فيها خدمات، يعني كانت الناس تروح تقول لك ايه ويرجعوا تاني للمدن القديمه، لانه لا في خدمات ولا في مثلا مدارس ولا في جامعات ولا وظائف ولا وظائف، دي اهم حاجه. فطبعا لا، المدن دي فيها برضك اهتمام، يعني حتى العاصمه الاداريه الجديده فيها جامعات فتحت طبعا، واعرف ناس بيروحوا وطلبه، وده برضك يفهمك انها هتبقى حاجه، جامعه الجلاله مثلا. فكل ده طبعا مهم جدا انك تعيدي توزيع السكان، ما نبقاش في حته واحده، وده اللي عمل ضغط رهيب في الطرق وفي الكباري، وعندنا المو بقى دايما كان صعب بسبب العدد طبعاً الضخم ده. الانجاب في مصر حسب الاحصاءات الاخيره لما قالوا احنا في شهرين بنخلف نقطه حوالي ربع مليون،
ده معناه ان ممكن اوصل حوالي 2 مليون ونص في السنه، وده حاجه ضخمه. عدد سكان لبنان 6 مليون انا بعمله في سنتين ثلاثه، عدد سكان تونس 11 مليون بعمله في 4-5 سنين. صحيح. هل ده مهما حملت من مشاريع تنمية لا يمكن هيستوعب الموضوع ده؟ طبعا في ناس بتحايب الموضوع ده وبتحايب موضوع الانفجار السكاني وبيعتقدوا انه ده من حقهم، واذا كان في اقتراحات عديده جدا للتعامل مع هذه المشكله، لان ده كمان هيخفف من الضغوط من مستوى الفقر في المجتمع. طيب انا عايزه انقل الكلام برضو، لانه انا يهمني كده حضرتك من ناحيه علم الاجتماع، علم النفس الاجتماعي، اشوف كده احط مواطن او اشوف جيل بيتربى في مكان عشوائي وجيل انت بتنقله في مكان تاني خالص، ده هيبقى عامل ازاي وده هيبقى ده هيفيد الدوله ازاي وده هيضر الدوله ازاي؟ لو تفتكري بعض الافلام المصريه عالجت الموضوع ده من اول حين ميصارة وعزبه الصفيح وغيرها، افلام كتير جدا تعاملت مع الوضع ده. والله انا ما كنتش بشوف انهم بيعالجوا، انا كنت بشوف ان هم بيرموا الكاميرا وخلاص بدون حل وبيكشفوا بيكشفوا الوضع، لكن ما كانش فيها معالجه، اعتبريها وصف للاحداث. لكن احنا شفنا بعد كده بعض الحوادث الارهابيه، الاجرام اللي جايه بعض هذه المناطق، فطبعا عمليه انك انت تعملي مناطق جديده يسكنوا فيها بتخفف من النفسيه العدوانيه، لانك لما تحطيني في بيت ضيق طبعا هبقى شخصيتي عدوانيه وهبقى حائد وكابه المجتمع. افتكري مسرحيه عادل امام شاهد ما شافش حاجه لما بيقول له انتوا سايبين بقيه الشقه وقاعدين انت ومامتك وعيلتك ومش عارف ايه في اوضه واحده، ده طبعا تخيلي النتاج بتاع هذا النوع من الاسكان نفسيا واجتماعيا، ايه العقد اللي هتبقى عندهم. طبعا انت لما بتعملي حاجه جديده بيوت صحيه، ما هياش بيوت يعني فيها صرف صحي، فيها ميه نظيفه، فيها كهرباء، فيها حاجات كتير جدا، هيبتدي يحس بالانسانيه. يعني انا اهم حاجه افتكر يحس بحقوقه كمواطن. رئيس السيسي دايما بيتكلم على موضوع حقوق الانسان، بيتكلم على موضوع الحقوق الاساسيه، فين؟ حقوق السكن، التعليم، الصحه، الخدمات، كل الحاجات دي انت محتاجاها. كل ما يبقى عندك انفجار سكاني ده هيبقى ليه تأثير على كل الخدمات بتاعتك، هيبقى فيها ضعف، فيها عدم القدرة. تروحي مستشفى تلاقي طوابير، تروحي عيادة تلاقي طوابير، تروحي مش عارف تشتري ايه طوابير. لكن كل ما يبقى الموضوع عدد سكان قليل الخدمات هتبقى افضل واحسن، هيبقى مركز لك، هيبقى عندك كمان مواطن يقدر يبدع ويساعد الدوله. لان الصور هنا مثلا زي ما حضرتك شايف الصور هنا بتبين، حتى وان كان في المنصوره الجديده كنموذج لمدينه من المدن الجديده اللي بيتم فيها، اولا الاسكان مختلف، يعني عندك اسكان سياحي، اسكان متميز، اسكان متوسط، يعني كل فئات المجتمع هتعيش في مكان واحد ولكن بكرامه، وده شيء لطيف. وده بيرد على ناس بتقول ان ده اسكان للاغنياء فقط. فطبعا ان التنويع ده مهم جدا طبعاً. لانك انت محتاجه الطبقات كلها تختلط ببعضها. ما اقدرش اعزلك انت لوحدك في حته والطبقات الثانيه في حته، هيبقى عندنا مش مصر واحده، اكثر من يعني مصر. يعني بص هنا الابنيه كلها، كله هيستعمل نفس الاماكن، كله هيقدر عنده شواطئ، يعني هيبقى في حاله نفسيه متكاملة ما بين كل من سيسكن هذه المدينة. لو كان هو يعني في شقة، في بيت، في فيلا، ولكن الناس كلها كل واحد عايش في مكان نظيف جميل. التخطيط في المدن دي أفضل من المدن القديمة، يعني أغلب مدن الشرق الأوسط القديمة، بغداد، دمشق، القاهرة، خلاص أنت وصلتي لكل حاجة، عملتي كل حاجة. فالمدن الجديدة أحدث طبعا، سمارت سيتي، بيبقى فيها طبعا خدمات أكتر، بنعمل حسابنا مثلا منطقة للأطفال يلعبوا، منطقة الناس تتمشى فيها، حاجات دي ما كانتش موجودة وما كانش في تخطيط قبل كده، ما كانش لسه في وعي بموضوع البيئة وتلوث البيئة، ما كانش في عندنا موضوع الإنترنت والشبكات. يعني احنا كمان بنتكلم عن وبنهتم بالصحه، صحه الناس، فانت لما تنقل الناس لبيئه نظيفه انت كمان بتامن صحه الناس. بالظبط، وده هيخفف كمان الضغط على الخدمات الصحيه. صحيح. يعني الوقايه خير من العلاج، يعني صحيح. زي ما بيتقال يعني. فطبعا كل الحاجات دي برضك بتاثر، النفسيه احسن، الانتماء للوطن مش شعارات انما ايضا خدمات،
بيئة، لما الاقي بلدي جميلة انا هحب بلدي، انما يبقى بلدي قبيحة، قمامة هنا مش عارف ايه، فوضى، ناس مش مبيضة، البيوت شكلها قبيح جدا، ازاي هيبقى طبيعي؟ هتطلع الجزء اللي بيبقى كامن جوه بعض الشخصيات، هيبقى من الصعب انك تبقى عندك الانتماء، وده هيأثر على الانتماء. لذلك الجمال البلد بيخليها، بيعزز الانتماء فيها. اكيد انا هقف عند النقطه دي، انه حتى الانتماء، لانه انت يعني لما الناس بتعيش في اماكن حلوه هي كمان بتبقى خايفه عليها وبتطلع احلى ما عندها. خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل معاكم. النهارده يوم مبهج، مدينه جديده ومدينه بالتخطيط العلمي تنضم الى الخريطه المصريه. فاصل قصير ونعود ونستكمل معاكم. أنا هنا بس عايز أقول للناس إن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي إحنا شغالين عليه. أنا ما افتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله. مرة تانية الإنسان اللي بيعيش في الجمال لازم يخرج منه جمال. كمل كلامنا مع ضيفنا دكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع. هل فعلا الإنسان اللي بيعيش، مش عايزة أقول جمال، ما هو يعني بس الإنسان اللي بيعيش، يعني حضرتك فاكر برضو البيوت اللي كانت بالطوب الأحمر بعدين دولة حاولت إن هي تطليها، هل ده بيأثر الناس في الأول؟ طبعا يقول لك يعني معيش فلوس إن أنا أبيضها. هل ده بيفرق؟ يعني مثلا أنا بيعجبني عند حياة كريمة وأخذ تعليق حضرتك عليه، إن مبادرة حياة كريمة بدخولها إلى الريف ما بتهتمش بس بالأبنية، ولكن في توعية زي ما أنت قلت، بيكلموا الناس بيوعوهم عشان يأهلوا للمرحلة اللي هو هيعيش فيها من حيث الجمال. أنا عايز أفكرك برضك، عايز بحب غوي الأفلام قوي، لأن ساعات بتكلم عن المواضيع دي، أنا لا أكذب لكن أتجمل. طبعا أحمد زكي بيحب طالبة هي عايشة في بيت فيلا صحية وهو عايش في المقابر. فهي يعني زي الأفلام العربي دايما الأهل هم اللي بيمنعوا، لا هي اللي مش قادرة تتجوز كده. هو طبعا بقى مصدوم إزاي. فطبعا أنت لما بتغيري حياتك وبتعيشي حياة إنسانية الناس هتقبلك وتبقى عايشة معاك. ازاي البيئة بتأثر على الإنسان بقى؟ بتأثر سلوكه وتفكيره. طبعا أنا طالب، يعني أنا طالب في منطقة عشوائية وأنا طالب في منطقة لطيفة وبسيطة، اديني مقارنات. أول حاجة طبعا المناطق العشوائية ضيقة جدا، فالبيت ممكن تلاقي نفسك في الأوضة في ثلاثة أربعة معاك، أنت عايزة تنامي دول بيذاكروا، واحد يتفرج على التلفزيون ويسمع أم كلثوم. يعني الأمراض النفسية ممكن تسبب طبعا إيه؟ تعمل حاجات كتير جدا، تأدي مثلا عدوانية. طبعا عدوانية، كراهية المجتمع، عدم الإحساس بأي حد، تبلد خالص. مفيش إحساس بالجمال، فمفيش ذوق، مفيش لطافة. ودي وسيلة أنك أنت تفضلي يعني تتعايشي. ما أنا هبقى هقعد أتخانق على كل شوية مش هخلص، فبضطر أتعايش. عايش بقى بيئة عشوائية فحرمي كل حاجة في الشارع، إنما لو أنا عندي مكان حلو هخاف عليه. بالظبط. فطبعا ده بيعمل فرق جدا في الحالة النفسية، نظرتي للحياة هل كويسة ولا لا. يعني ما بسمع بعضهم ساكن في بيت فيه 7 أطفال أو 7 أفراد بيقعد يشتكي، يقولي لي الولاد بيقولوا احنا مش عايزين نتجوز، مش عايزين نشتغل، احنا كارهين البلد. ليه؟ البيئة اللي أنا قعدت فيها دي بيئة ما تبسطيش بالحياة، ما تخليكيش عايزة تنتجي حياة جديدة أو تبقي عايشة جزء منها. وبيضعف الانتماء طبعا. يعني الانتماء مع أنك وظيفة، مع أنك سكن كويس، سكن نظيف، أبقى بتمتع بمارس به هواياتي، أتفرج على التلفزيون، ألعب رياضة، أخرج، أقعد في هدوء، إنما 24 ساعة ضوضاء، أنت قاعدة طول الوقت وجيرانك لازقين في بعض، فطبعا وضع في بيفقدك الإنسانية.
طب هل انا ده اقول ان المدن الجديده دي هتنقل برضو المواطن المصري، تعمل له رئه جديده؟ يعني انا مثلا لو انا لو هضرب المثال على المنصوره، انا في المنصوره القديمه وهي جميله برضو فيها تجديد وتطوير، ولكن وهيبقى بيني وبين الجديده دي قطر مدته ربع ساعه، هي في رئه برضو انه حتى اللي عايش في المكان القديم يقدر كمان هو يعني يزور ويروح، يتمشى على الكورنيش، يروح يدخل مطعم، يبقى في شويه هواء كده، يروح مطعم، يروح يتفرج على المناظر. الطرق الكبيره دي يعني احنا المفروض في العماره في مصر لازم نوسع شويه عشان الناس تبقى عندها مسافه انك تتمشى. انا يعني انك انت كتير جدا من الناس الابسط حاجه محتاجاها لما بتروح اي نادي عندك فرصه تمشي. انا عايز ان الشارع كلها تبقى واسعه بما يكفي ان الناس تعرف تتمشى، تغير جو، تطلع يعني الطاقه السلبيه كمان. يعني الكلام دايما جميل مع حضرتك، ونتمنى دايما انه يكون عندنا يعني الجمال لازم يشع جمال طول الوقت. بشكرك جدا يعني دكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع، نورتني في التاسعه، وبالتالي اليوم زي ما بداناه يوم جميل ومبهج حقيقي. يعني المنصوره الجديده النهارده بالبهجه اللي هي فيها تنقل كده مصر، رغم انه احنا في ظروف عالميه صعبه، حتى مصر عندها نفس الظروف الصعبه، ولكن التخطيط والعمل بانه انا هقدر وانا هكمل مشروعاتي واقدر انقل ناسي ونعيش دايما، يبقى عندنا مدن جديده تاخدنا لقدام، لانه في جيل لسه هيستلم المسيره ويكمل. ده كان لقائنا معاكم في التاسعه، غدا يتجدد اللقاء التاسعه. الزميله العزيزه دينا عبد الكريم، خير باذن الله، تصبحوا على الف خير.